Thank you.
Tarik ka la sa gabul na dal na. Gusto na? Gusto na? Ida, so we hi kam yomit ka la sa... La, hi, ida, so we jadid. جديد ونقدم السفارة وبعد 45 يوم بطلع شهر ونص نرجع ونروح ونجيب لازم انت تستلمي يعني اثنين مرة برجعونا تذكر لما رحنا مرة انت رحت معانا لا مش الثاني اللي عند الحج فانت بتروح هسه بتقدمي هذول بيكونوا معي ايه هسه انا بنزل بساله بقول له اللي على الباب بيعرف كل شيء بقول له شو مطلوب قول لي الجواز تصريح العمل وكذا وقديش مصاري منه الاخوان وقول لي ارجع بعد 3 انزل يعني وانت انت على السفاره جوا وانا انا معك كمان يعني انت لازم تفوتي الجواز لازم صاحب الجواز هو اللي يفوت يجدد فوتي انت احنا بنستناكي برا تخلصي تقدمي تعطيهم كل شيء وتطلعي برا ونستناكي بيحكوا لك تعال بعد 45 ونروح بنجيبه كمان 45 تمام؟